على وجه هذه الطفلة الصغيرة أكابر ملامح السعادة وهي بصحبة والدها لتبضع حاجيات العيد. فرغم المتغيرات الاقتصادية للكثير من عوائل الموصل، إلا أن طقوس العيد والتحضير له لم تتغير كثيرا. نشتري ملابس للعيد، شفنا ملابس حلوة والأسواق حلوة واشترينا ملابس ورجعنا البيت. سوقت لهم ملابس العيد، وتعرف أطفال وجاي عيد، والطفل يعرف عيد ويفرح بالعيد، يعني ما مثل غير شخص، يعني يهمك العيد أو ما يهمك العيد، هو طفل هذا ما يعرف الوضع وما يعرف المسؤولية. ما الأب لازم يتحمل المسؤولية، لازم يصرف ويجيب وينقل الطفل حتى كيف، يعني هو ما عنده بس العيد. إقبال كبير شهدته أسواق مدينة الموصل بالاكتظاظ بالمتبضعين لحاجيات العيد، ومن أهمها الملابس والحلويات والكرزات. ويتزاحم على محلات بيعها العشرات من المواطنين، فبعد غياب أغلب أسواق المدينة بسبب الدمار الذي حل بها، يلجأ الأهالي إلى سوق النبي يونس عليه السلام في الجانب الأيسر من المدينة، والذي أصبح قبلة للموصليين في تبضع احتياجاتهم. أنا جاي من قبائل الحمدانية، أنا على مد العيد تعرف أنت، وناويين يعني جاينا عيد الأضحى المبارك، وجينا على مود تعرف تشرز وشغليات وهاي الحلويات وبغصم وكذا امور، يعني ملابس للجهال. انزل للاسواق سوق النبي، يعني بصراحه شفت شيء يعني عجيب وغريب، ما كان شيء قبل، ما كان اكو شيء، هسه عاد انزل اجي وما قدرت رجعت. وتبقى التقاليد المتبعة في ليالي العيد من أهالي الموصل لا تتغير، فما يسمى بالبخور أحد الحاجيات التي يزيد عليها إقبال المواطنين لاصطحابها إلى المقابر في أول أيام العيد. دائما العالم تستقبل أيام العيد، تطلع المقابر على الصحراء يستخدمون البخور، يتبخرون العالم دائما أيام العياد. مدينة الموصل يأخذون البخور يستخدموها المقابر. لم تتغير أمنيات أهالي الموصل في كل عيد، فجل اهتمامهم أن تعود مدينتهم كسابق عهدها، مدينة للأمن والجمال، وأن يتخلصوا من مناظر الدمار التي تحيط بهم من كل جانب. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.